خلونا مع بعض نستقبل زوم استاذ هشام حامد الناقد الرياضي المصري المقيم في الضحى. مساء الخير يا استاذ هشام. مساء النور على حضرتك يا استاذه مها، ومساء الخير على كل المتابعين وكل جماهير الزمالك في كل مكان. اهلا وسهلا بحضرتك ومنور الدنيا. وفي البدايه عايزين نسالك طبعا عن بعثه الزمالك في الضحى ان شاء الله لكاس لوسيل. ان شاء الله الاستعداد هنا على قدم وساق لاستقبال بعثه الزمالك ان شاء الله يوم الثلاث كما هو محدد وصولها. كل اللجنه المنظمه عدت استقبال حافل للفريق، وايضا جماهير الزمالك المقيمه هنا في الدوحه بالتعاون مع في استقبال، يعني سيكون تاريخ ان شاء الله للفريق، خاصه الفريق اتى من القاهره ومتوج ببطولتي الدوري والكاس، فلا بد من الاحتفال به قبل ان يدخل الاستعداد لمرحله مباراه السوبر مع الهلال السعودي ان شاء الله المقرر يوم الجمعه. طيب بمناسبة الاستقبال التاريخي، هل في استقبال تاريخي من قبل جماهير نادي الزمالك خاصة وكواليس؟ يعني الموضوع ده محتاجين نعرف من حضرتك، خاصة كمان بعد ما قلت يعني تتويج بالكاس والدوري، يعني اوصف لنا كده ممكن او الكواليس هتكون عاملة ازاي يعني لاستقبال البعثة ان شاء الله. حضرتك هو هنا يعني كما كنا نعرف من قبل ان الفريق الزمالك وصل هنا قبل كده ولعب مباراه السوبر الافريقي امام الترجي، وكان استقبال كل تحدث عنه وشاد به، وكان جماهير غفيره جدا اصطحبت البعثه من مطار حمد الدولي الى الفندق. ايضا وكان اياميها بدايه كورونا، هذه الايام خلاص الاجراءات كورونا تم تخفيفها وتم الانتهاء منها، فإذا سيحضر هناك جماهير غفيرة إن شاء الله للمطار، ستكون في استقبال الفريق. هي الرابطة هنا بتجهز لأشياء ونزلتها على الضباط، وفي جمهور كبير هيحضر بالتعاون مع الرابطة، فسيكون هناك استقبال حافل، هو في بيعد المفاجآت للفريق إن شاء الله يعلنوا عنها تباعا خلال اليومين القادمين. طيب هل الجماهير بقى يعني باستثناء استقبال البعثة، هل الجماهير بدأت تستعد للمباراة نفسها يوم الجمعة؟ طبعا كل الجماهير على يعني على حر من الجمر زي ما بيقولوا لوصول الزمالك بعثة الزمالك، وده يدل على المؤكد ان الفريق الزمالك سياتي لمواجهه الهلال السعودي في مباراه تعتبر تاريخيه، لانها ستقام على ملعب سيشهد نهائي كاس العالم في 18 من ديسمبر المقبل، وهذا الملعب سيتم تدشينه رسميا في مباراه الزمالك والهلال السعودي. هذه المباراة يتطلع إليها كل الجماهير تطلع إليها، والكل سيتابع هذه المباراة خاصة لرؤية الملعب المونديالي وملعب النهائي، وهو أكبر ملاعب المونديال هنا في قطر، يتسع لأكثر من 80,000 متفرج، والاهتمام بالمباراة من قبل الجماهير واضح من نفاد التذاكر. التذاكر كلها أعلن اليوم رسميا عن نفاد 80,000 تذكرة للمباراة، إذا الملعب سيكون ممتلئ عن آخره سواء بجماهير الزمالك أو الهلال، وهناك جماهير ستأتي جماهير مصرية زملكاوية أيضا، ستأتي من السعودية أعلن عن ذلك، ومن الكويت ومن الإمارات ومن جميع دول الخليج، بالإضافة طبعا لجماهير الزمالك التي ستأتي من القاهرة. هل تم كمان تحديد موعد وصول بعثة الهلال السعودي؟ لا، الهلال السعودي مرتبط بمباراة غدا في الدوري السعودي أمام نادي الفتح، وخاض مباراتين في الدوري السعودي بفاز فيهم، وسيخوض المباراة الثالثة غدا، ومن المتوقع أن يحضر أيضا ممكن على الثلاثاء أو الأربعاء على أقصى تقدير، لأن في هناك ترتيبات لإقامة مؤتمرات صحفية قبل المباراة وتحديد ملاعب التدريب لكل فريق، وكل فريق سيتدرب بالطبع على الملعب الرئيسي قبل المباراة. الزمالك تحديدا سيتدرب يوم الخميس على الملعب الرئيسي، وهناك مؤتمر صحفي للمدرب وقائد الفريق في يوم الخميس، بالإضافة لأن في مؤتمر قبلها اللجنة المنظمة لإعلان كل التفاصيل عن المباراة. تمام. في كمان عرفنا ان يعني عبد الرحمن جاسم حكم القطري هو حكم المباراة. هو لم يعلم بشكل رسمي، لكن كل الاخبار وكل المعلومات تؤكد انه سيكون حكم للمباراه. عبد الرحمن جاسم حكم دولي قطري مميز جدا، وخاض الكثير من المباريات والبطولات القاريه، هو حكم دولي من 2013، حكم كاس عالم للشباب في 2017، وايضا حكم فيديو في مونديال روسيا، كما ادار نهائي دوري ابطال اسيا،
واول حكم عربي وقطري يشارك في كاس الذهبيه التي اقيمت في امريكا، وايضا هو ادار نهائي كاس العالم للانديه 2019 بين ليفربول وفلامينجو البرازيل والتي فاز فيها ليفربول. يعني هو حكم يتمتع بخبرات كثيره جدا، وهو هنا يدير المباريات القويه والمباريات الصعبه، هو طاقم دولي بالطاقم معه بالمساعدين سيشارك في مونديال قطر، تم اختياره للمشاركه في مونديال قطر بدايه من نوفمبر القادم ان شاء الله. يعني حكم ان شاء الله، وطبعا سيتم تطبيق تقنيه الفيديو البار في المباراه، وكل شيء في المباراه هو كأنه بروبة مصغرة لكأس العالم. يعني كل ما سيحدث خلال المباراة من دخول جماهير وخروج الجماهير وأماكن الجلوس لكل الجماهير، المواصلات، وكل شيء سيتم في المباراة هو يعتبر بروبة مصغرة لما سيحدث أثناء مباراة كأس العالم، وخاصة في مباراة في استاد الذي سيشهد المباراة النهائية. هو أكبر استادات المونديال، هو يعتبر تحفة معمارية كبيرة، وفي مدينة اسمها مدينة لوسيل، هي مدينة لوسيل مدينة جديدة تماما، مدينة عصرية تتمتع بكل وسائل الجذب للزوار. ده بيؤكد ان هي مباراة قوية جدا جدا جدا، ومباراة مثيرة وممتعة وتاريخية، ويعني احنا مبسوطين ان جماهير الزمالك يعني هتكون حاضرة هذا المشهد. يعني عايزة اخدك لنادي الهلال، وسمعنا ان في اصابات في نادي الهلال، يعني لو تطمننا على هذه الاصابات، وهل ممكن بالفعل تؤثر عليهم، ومدى يعني تأثيرها على هذا اللقاء؟ هو فريق الهلال كما نعلم هو حامل لقب الدوري السعودي في ال3 مواسم الاخيره، وهو فريق يتمتع بجماهيريه كبيره في السعوديه وفي معظم دول الخليج، هو الفريق يضم 8 لاعبين محترفين، يعني الفريق هناك كما تسمح اللوائح هناك في السعوديه بانضمام كل فريق لثمان محترفين. والفريق من المتوقع ان سالم الدوسري سيغيب عن مباراه الغد في الدوري، وفي انباء انه لو يعني لو ممكن ما يكونش جاهز ايضا لمباراه الزمالك، لكن الفريق يعتمد باعتماد كلي على المحترفين، المحترفين هو مصدر قوه الفريق وكلهم موجودين. ايجالو النيجيري لاعب متالق جدا ويحرز اهداف في كل المباريات، وباقي اللاعبين المحترفين معه يؤدون بصوره جيده منذ بدايه الموسم. والفريق الهلال ممكن ان يكون هو الاجهز فنيا، لانه سيكون خط 3 مباريات في الدوري. فريق الزمالك ايضا عاد للتدريبات، سيعود للتدريبات اليوم وهو رغم فتره الراحه، لكن ان شاء الله كلنا ثقه ان الفريق يستعيد لياقته سريعا ويقدم مباراه تليق باسم الزمالك وباسم الكره المصريه، وكما سبق وان فاز على الهلال في السعوديه وفي عقد داره حصل على كأس السوبر أيضا مصر السعودي، نطمح لهذه المرة أن يحصل على بطولة السوبر لوسيل، وهي بطولة ستكون تحت رعاية الفيفا والعالم تمام. كله ممكن أن يشاهد المباراة. يا رب ان شاء الله. بشكرك جدا استاذ هشام حامد الناقد الرياضي المصري المقيم في الدوحة، طبعا هنتابع معاك الى ما بعد المباراة كمان.